إذا كان عدد الطلاب 180 طالب، كم عدد الطلاب في الكلية؟ لاحظوا هنا يا جماعة 30 ودي 70، دي كلها 180، اطرح منها 100، إذا دي يا جماعة كام درجة؟ دي 80 درجة. طب عايزها بالأرقام كقيمة، كم قيمة؟ قلنا هو عملها ضرب برضه تبادل يا شباب، التمانين درجة من كل كام؟ 360 هتساوي كام من 180 طالب؟ اختصر مع بعض يلا كده مع بعض، نقول مثلا دي على 180 فيها الواحد، على 180 فيها الاتنين، 8 على 2 فيها الكام؟ 40. الحل يساوي